ماذا عن التمثيل الدرزي في الحكومات الموعودة في ظل تصعيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟ هل تخلى الحلفاء قبل الخصوم عن طلال إرسلان؟ ماذا بين خلدي وميرنا الشلوحي من جهة وخلدي والضاحية الجنوبية من جهة أخرى؟ هل من وعود واتفاقات مسبقة العيش المشترك في الجبل ما بعد حادثة قبر شمون ومصالحة بعبدة؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان في حلقة خاصة ضمن رح نبقى سوا مع جوال بيونس الاثنين مباشرة بعد الأخبار على الأو تي في.